سنوات من الإنجازات بعد تنصيب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لجمهورية مصر العربية لفترة رئاسية ثالثة والانتهاء من مراسم حلف اليمين. يسعدنا أن يكون معنا على الهواء مباشرة للحديث في هذا الموضوع الدكتور محمد عطية استشاري إدارة الأعمال. أهلا بحضرتك معي. أهلا بك يا فندم، كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيب. أنا يخليك يا فندم. ألف خير. الحقيقة فعلا هي حكاية قائد ومسيرة وطن على مدار 10 سنين ومسيرة غير مسبوقة وحجم كبير من الإنجازات تحقق على أرض الواقع في فترة زمنية وجيزة جدا. حضرتك تقول لي إيه أهم ملامح هذه الفترة؟ بص حضرتك، هي في الفترة الأخيرة اللي هي ال10 سنوات الحكومة المصرية اهتمت باستراتيجية مهمة جدا اسمها استراتيجية الميزة التنافسية، اللي احنا ازاي النهاردة احنا كدولة جمهورية مصر العربية العريقة ذات التاريخ الكبير ازاي النهارده تميز نفسها في ظل المنافسه الكبيره جدا اللي حاصله في العالم كله. فاهتمت مصر بالجزء الاولاني الشباب، وابتدت تهتم باستراتيجيه تمكين الشباب، لان الشباب طبعا يعني يمثل عصب اي دوله عايزه تكبر وعاوزه تتواجد في الحياه. وطبعا الشباب في مصر يعني اصحاب كفاءات تتعدى النسبه اكتر من 60%. العالم كله بيدور على الكفاءات المحترمه اللي تقدر توصل شعوبها لاماكن كويسه. على هذا الاساس اهتمت الحكومه المصريه في ال10 سنوات بمشروع كبير جدا اللي هو تمكين الشباب، وازاي النهارده اسهل واهل الكفاءات الموجوده من الولاد اللي هم الشباب الطلاب اللي هم متخرجين واللي لسه بادين حياتهم، بجانب الكفاءات واصحاب الاعمال والناس اللي هم يعني عندهم اشغال وعندهم كفاءات كويسه. صور تمكين الشباب حضرتك تدينا كده امثله ليها؟ هو اكبر مثال لتمكين الشباب مؤتمر الشباب اللي بيتعمل بشكل دوري كل سنه، اللي احنا بنتفرج في مؤتمر الشباب على اولاد صغيرين اصحاب اعمال واصحاب افكار بيطلعوا يخاطبوا اصحاب الشركات ويقولوا افكارهم، بيقعدوا مع سعاده الرئيس ويتكلموا معاه. كان عندنا فكر قديم اللي احنا دايما يعني الناس اللي هم الكبار في السن هم اصحاب الافكار وهم دول الراي السليم. فالجزء بتاع مؤتمر الشباب ده ابتدى يخلي فيه شباب يعني تبقى تشتغل طول السنه وتطلع افكار وتقدم في مشاريع عشان النهارده يتواجد تحت القياده السياسيه ويبتدي النهارده يجد لنفسه مكان في الحياه. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه ان التمكين الشباب اللي انت النهارده الشباب الصغير اللي هو يعني اشتغل بقى له 4 5 سنين ابتدى يجد لنفسه اماكن قياديه جوه الشركات. ابتدت الدوله تؤهله وتديله برامج تدريبيه لرفع كفاءته، مش مجرد بس كان زمان عندنا يعني مبدا اللي احنا الولاد اللي هم المتخرجين هو اخره الشهاده اللي بياخدها في الكليه وبس، لكن كمان بقت في برامج قياديه ازاي نحضر النهارده الشباب اللي هو يقود الشركات. وفي أكاديمية وطنية للتدريب. يا سلام عليك. دي حاجة. الحاجة التانية كمان اللي أنا إزاي أدمج الشباب بالجزء التحول الرقمي. إن دلوقتي طبعًا بقى في اتجاه كبير جدًا للحكومة الإلكترونية. كنا زمان عشان نعمل أي ورقة يعني حكومية لازم أروح وآخد نفسي وأروح وأقف في طابور. دلوقتي بقت كله الحياة إلكترونية. فإزاي أنا أدمج بقى الشباب اللي هم منغمسين جدًا بشكل كبير مع التكنولوجيا ومع السوفت وير ومع البرامج، مع الافكار الحكوميه الكبرى اللي تقدر توصلنا لاهدافنا. فازاي انا النهارده اعمل الخليط ده بقى بين الجزء الشبابي والجزء التكنولوجي والجزء الحكومي والجزء الخبرات الناس الكبار. جميل جدا طبعا. واحنا محتاجين ده. ويمكن لما ننتقل للحديث عن فكره رياده الاعمال ودعم الدولة لهذه الفكرة وإنشاء حاضنات للأعمال، ده هيأكد برضو طبعا كلام حضرتك طبعا في الفرص اللي بتعطى للشباب من أجل تمكينهم. هو دلوقتي كمان الجزء بتاع ريادة الأعمال الحكومة اهتمت بيه اهتمام كبير جدا وعملت صندوق خاص لإزاي النهاردة أجيب أصحاب الأفكار وأدعمهم، لان دايما صاحب الفكره هو رياده الاعمال قايمه على فكره، لان الشباب كتير قوي بيعتقدوا ان رياده الاعمال اللي هو عشان يبقى صاحب عمل لازم يكون عنده راس مال، لكن دلوقتي مع التغير التكنولوجي الكبير جدا رائد الاعمال اللي عايز ينجح لازم يكون عنده فكره. فالحكومه وعت للفكره دي يعني بدري، فابتدت النهارده
ازاي النهارده اجد راس المال او التمويل المناسب للشاب الجميل اللطيف اللي هو عنده فكره مش عارف ينفذها على ارض الواقع؟ ايه اللي قدمته الدوله في مجال رياده الاعمال؟ دلوقتي هي رياده الاعمال اللي انا النهارده ازاي الناس تبقى اصحاب اعمال صغيره او كبيره. مش مجرد بس اللي انا ابقى يعني لو انا صنايعي مثلا وعندي ورشه، ما انا لازم انا النهارده اشتغل على فكر وعلى طريقه علميه للعمل، مش مجرد بس اللي انا اشغلها بالطريقه الشطاره بتاعتي وبس. فالحكومه دلوقتي ابتدت تدعم اصحاب الاعمال بالذات المشاريع الصغيره ازاي بالتمويل الجيد المناسب عن طريق دعم حكومي. ده جزء. الجزء الثاني الجزء اللي هو التدريبي، ازاي النهارده اطلع كفاءات مش قايمه بس على الخبرات بتاعه العامل او الموظف او الشخص رائد الاعمال فقط، لكن كمان النهارده ازاي ادمج العلم مع الواقع. لان الكتاب دايما لطيف وبيقول كلام كويس، بس لما باجي اطبقه على ارض الواقع النهارده ادمج اللي انا اخد الكتاب بيقول ايه والنظريات الكبرى وطرق العمل السليمه واطبقها على المجتمع اللي احنا فيه. لان النهارده الدول اللي فيها رواد اعمال واصحاب اعمال ده بيدعم الاقتصاد الوطني والحكومي، لان الحكومه مش هتعمل كل حاجه في كل وقت. واصحاب الاعمال الصغيره النهارده اللي عنده عمل صغير او بيشتغل في مبالغ قليله، ما هو بعد الوقت ومع الخبرات ومع طرق العمل السليمه هيكبر. ومش هيكبر لوحده، وهيظهر كمان مبدعين في مجالات كتيره جدا، وهيظهر افكار لمشاريع ابتكاريه مش موجوده على مستوى العالم هنتفرد بيها. حلو كده. يعني تهيئه المناخ بيؤهل طبعا ان الشباب من خلال، وهو مش هيشتغل لوحده كمان، كل يوم مستقبل افضل. صح كده. مش هيشتغل لوحده، هيشغل موظفين وعمال وناس تشتغل معاه، فيبقى هو في الاستفاده ليه ولشركته والمجتمع اللي هو فيه، واستفاده حكوميه. والنهارده لما يبقى يطلع منتجات، الحياه دلوقتي بقت قريه صغيره. كان زمان اي حد عنده منتج او عنده مستحضر يقدر يبيعه في المنطقه اللي هو فيها. دلوقتي مع عصر التكنولوجيا وعصور السوشيال ميديا ومواقع التواصل والانترنت، فانا النهارده المنتج بتاعي لو انا ليه قبول وليه رواج عند الناس بتتفرج عليا، طب ما انا مش هبيعه بس في المنطقه اللي انا فيها، ده انا هصدره كمان لدول تانية. فالجزء بتاع رياده الاعمال الحكومه اهتمت بيه مبكرا، فابتدت كمان تصدر قوانين وطرق يعني تشغيليه تسهيليه لاصحاب الاعمال واصحاب الشركات، عشان النهارده توفير بيئه يعني صحيه وجيده، فانت هيجيلك استثمارات. خلي بالك احنا جالنا استثمارات في الفتره اللي فاتت، يعني استثمارات كبرى، شركات كبرى عالميه ابتدت تخش جوه جمهوريه مصر العربيه. الجزء كمان خلينا نربط بقى الجزء بتاع الشباب والجزء بتاع رياده الاعمال والتحول الرقمي بالعاصمه الاداريه الجديده، لان العاصمه الاداريه الجديده بقت هي موقع بتجذب كل الشركات العالميه اللي هي يبقى لها مقرات اللي تشتغل في الجزء بتاع الدول اللي احنا موجودين فيها، فيبقى لها مقر جوه مصر. وحتى الشركات الكبرى اللي عندها مقرات جوه العاصمه الاداريه جوه مصر ابتدت تجد لنفسها مكان جوه العاصمه الاداريه، لان الجزء اللي كمان البنيه التحتيه ازاي النهارده يبقى عندي اتصالات بالعالم بره بشكل كويس. هو يمكن قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات من اكثر القطاعات اللي الدوله ركزت في تحديث البنيه التحتيه الخاصه بيه. صح كده، لان هو زي ما قلت لحضرتك كده، اللي انا النهارده انا بقيت شركه كبيره موجود في مصر، عايز اتواصل مع العالم بره، عايز اتعامل مع الشركه الام بتاعتي. فالاهتمام بتاع الحكومي بتاع الجزء بتاع البنيه التحتيه بقى، الجزء بتاع التكنولوجيا، سرعه الانترنت، قوته، ثباته، الطرق والمشاريع، ازاي النهارده انا هستورد حاجات، هودي حاجات، هصدر حاجات، التنقلات. فالجزء بتاع البنيه التحتيه التكنولوجيه والبنيه التحتيه الاساسيه من اهم الحاجات اللي اهتمت بيها الحكومه في الفتره اللي فاتت. والعاصمة الإدارية هي نتاج للاهتمام الحكومي الكبير جدا، اللي إن النهاردة يبقى في نقلة حضارية ونقلة كبيرة في المجتمع المصري. فده طبعا ده هيفيد بقى مين؟ هيفيد الشباب، هيفيد أصحاب الأعمال، هيفيد التحول الرقمي، هيفيد الشركات اللي عايزة تستثمر جوه مصر. لأن أنت النهاردة الحكومة كمان ابتدت تفكر
مش بس تصدير بس السلع والمنتجات، لكن كمان تصدير العقول والافكار. لان دلوقتي الشعب المصري او العامل المصري او المواطن المصري او الموظف المصري يتميز بالكفاءه، وعندنا كفاءات في كل المجالات العالميه والطبيه والرياضيه وحتى في رياده الاعمال والاعمال. فحوالينا دول كتير قوي بتدور على الكفاءات المصريه اللي هي تقدر تفيد مجتمعها وتفيد المجتمع المصري كمان. وحضرتك اشرت للعاصمه الاداريه، ده هيخلينا نتطرق للتوسع العمراني في مصر والمدن الجديده اللي تم انشائها من الجيل الرابع، واللي يعني بتضفي صوره حضاريه غير مسبوقه لمحافظات مصر. انت عارفه حضرتك في العشر سنين اللي فاتت 39 مدينه جديده باستثمارات 705 مليار جنيه. فده رقم كبير جدا. طبعا المدن الجديده والاستثمارات الجديده وال 39 يعني مكان جديد هيستقطب شباب جداد، هيستقطب اصحاب اعمال، هيستقطب شغلانات. لان يعني الفتره اللي احنا كنا موجودين فيها في السابقه اللي احنا كلنا موجودين جوه القاهره، موجودين جوه اسكندريه، موجودين جوه الاماكن المكتظه بالسكان. ولو بصينا على الخريطه المصريه، الخريطه المصريه مساحه مصر طبعا من اكبر الدول اللي موجوده في المنطقه. الكفاءات المصريه من اكبر الكفاءات الموجوده. فانت النهارده ربطنا كمان المدن الجديده بمشاريع قوميه كبرى. زي ايه؟ مشروع حياه كريمه 100 مليون صحه، وعدينا الفتره بتاعه فيروس كورونا عديناها بسلام. اللي ازاي النهارده توفر نجحنا في القضاء على فيروس طبعاً. الكبدي فيروس طبعا طبعا طبعا. بجانب كمان اللي انا النهارده مش بهتم بس بالشباب، ما انا لما بهتم بالشباب بهتم بالاسره المصريه كلها، لان هي في الاول وفي الاخر هي منظومه. يعني الاسره السليمه بتفرز شباب ونشئ سليم يقدر يفيد الدوله ويفيد الحكومه ويفيد نفسه كمان. فالجزء اللي احنا النهارده بتاع المشاريع القوميه دي، والمشاريع القومية دي مش الحكومة بس اللي قامت بيها، دي بمشاركة مجتمعية كمان. إن مفيش حاجة بتقدر تنجح فيها أي دولة غير بمشاركة الشعب ومشاركة الشباب الموجودين فيها. يمكن احنا قرينا خبر في الجولة الصحفية لحلقة البرنامج، وزارة التخطيط والتعاون بتعلن عن مشاركة المواطن المصري في الخطة الاستثمارية على مستوى محافظات الجمهورية، وده شيء غير مسبوق بالنسبة لمصر. دي حاجة من الحاجات الإيجابية جدا، يعني اللي هي الجزء بتاع المشاركة المجتمعية، اللي احنا النهاردة مفيش انفصال بين الحكومة وبين المواطن العادي وبين الأسرة، اللي احنا كلنا يعني كتلة واحدة. وازاي احنا النهاردة نعدي المراحل اللي بتعدي على كل الشعوب وعلى كل الدول اللي حوالينا، حوالينا صراعات وحوالينا حروب وحوالينا مشاكل كتيرة، ازاي احنا نعدي الفترة دي بـ 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 باستقرار اقتصادي، بأمل لبكرة جيد، ان الشباب يحس كمان ان هو النهاردة في عنده مستقبل، ان الولد اللي هو بيتخرج من الكلية النهاردة بيتخرج بكفاءات جيدة. والاهتمام كمان الحكومة ما اهتمتش بالجزء اللي يعني الجزء بتاع الكليات بس، لكن كمان اهتمت بالعمل اللي هو فيه مهارات، في الجزء الفني، الجزء الصناعي، ان كمان ترسيخ لفكر جديد جوه المجتمع المصري، ان ما بقاش في حاجه اسمها كليات قمه. بقى في تساوي بين الشباب كلهم متخرجين، لان كل واحد من الشباب دول هيخدم وهيتواجد في المكان اللي هيقدر ينتج فيه بشكل جيد. جميل جدا. لو برضو حضرتك أشارت لمبادرة حياة كريمة 100 مليون صحة، كل دي مبادرات رئاسية، الاهتمام بالظروف الاجتماعية للمواطن المصري والاهتمام بصحته، هل ده ليه تأثير على التنمية الاقتصادية؟ طبعا طبعا، لأن هو يعني هو في يعني مثلث كده اللي هو الجزء بتاع التعليم والصحة والحكومه. اللي انت النهارده ازاي انت النهارده عشان تنشئ مجتمع سليم ويقدر ينتج، لازم يكون صحته كويسه، لازم يكون في تعاون جيد بين الجزء الحكومي والجزء الشعبي، لازم كمان النهارده يبقى في تكافل. الجزء اللي هو مش الحكومه في حته واحنا في حته، لا ده احنا شركاء النجاح،
احنا بنتواجد مع بعض وبنساعد بعض عشان نعدي الفترات اللي احنا فيها للاجمل والاحسن والقادم باذن الله. فالاهتمام الجزء بتاع الشباب، الاهتمام بالجزء الصحي، الاهتمام بالجزء رياده الاعمال والاعمال والاشغال، دي من الحاجات المهمه جدا اللي الحكومه مهتمه بيها في الفتره اللي فاتت. يعني الحلقه وقتها عدى بسرعه، لكن انا عايزه في النهايه حضرتك كده تقول حكايه القائد اللي هيخطها التاريخ للاجيال القادمه، اهم ما سيذكر فيها ايه؟ هيذكر فيها الاهتمام بالشباب، الاهتمام بالمستقبل، الاهتمام بالاسره. دول الثلاث يعني اركان اساسيه ان التاريخ هيذكرهم، لان هم دول اللي هينموا الوطن ويوصلوه لاحسن مكان باذن الله. تمام. الحقيقه انا بشكر حضرتك جدا على وجودك معانا النهارده، كل الشكر مشاهدينا الاعزاء لضيف حلقتنا النهارده الدكتور محمد عطيه استشاري اداره الاعمال. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. شكرا ساتر. مشاهدينا الاعزاء احنا بكده بنوصل لنهايه حلقه اليوم من البرنامج، ودي اخر حلقه للبرنامج خلال شهر رمضان الفضيل اللي قربت ايامه على الرحيل. كل عام وانتم بالف خير، وتقبل الله منا ومنكم ومن جميع المسلمين صالح الاعمال. عيد فطر مبارك عليكم باذن الله. كل سنه وانتم طيبين والى اللقاء.